بون صحيح. بالنسبه لنعيم السليتي اللي حكيت عليه، 8 شهور بعد كوب دي مونت عمل بليسور، عمل يظهر لي عمليه جراحيه كانت الحمد لله ناجحه، دونك سويفي ميديكال كان طيله الفتره هذه. نعيم كنت دائما باتصال انا وياه، فرحنا برشا تو رجع عمل بريباراسيون خدم برشا. من لي جوار اللي كاين عليهم شونجمون دو ساتيو، مشى كلوب جديد، شونجمون جديده. كنت باتصال انا وياه من 3-4 ايام، وفضلنا خيرنا نعيم كيف ما حكيت فادي رسول، خيرنا باش نعيم معقول وقت نتاع ادابتاسيون، سيرتو دوب ما رجع عمل ماتش تو 20 مينوت خارق العاده، من بعد عمل 90 دقيقه ما نحبوش تو ناخذوا حتى ريسك. دونك نعيم ان شاء الله يرجع للنيفو نتاعو. سو كي مانك نعيم سي التون جو، وان شاء الله يرجع في ليكيب نتاعو ونعرفوا فالور نتاع نعيم. نفس الشيء بالنسبه لفرجاني، دونك فرجاني بالنسبه لي انا سان جوار يبقى من جوار كادر، لاعبين مؤثرين مهم جدا في المنتخب، ثقتنا فيه ديما عاليه، دائما باتصال. للبارح كنت انا وفرجاني ساسي كان ينجم يكون موجود معنا، مشينا هنا اوبتي اكثر على بوست في وسط الميدان، بقى ثم دي جوار اللي توا قاعدين يكونفيرم في الشامبيونات تاع قطر ابان رجعوا، دونك سي بور سا في ان شوا بيورمون تكنيك، لكن ان شاء الله في الاستاجات الجايه فرجاني يحافظ على المردود نتاعو وينجم يكون موجود. تقول لي احنا دائما المعدل نتاع البطوله يكون انتيار، احنا غير 7-8 لاعبين، اليوم خرج لك حارس مرمى، خرج لك نادر الغندري، خرج لك محمد علي بالرمضان، غيلان الشعلاني مصاب، 4 لاعبين هذوما كان جاو موجودين راهم متواجدين معانا، دونك نرجعوا لنفس الشيء 7-8 لاعبين، اليوم عندنا 5 من البطوله الوطنيه، زيدهم على غرام انت نسيتو، زوز حراس على غرام، دونك 5 لاعبين، سي لا مويان ابيتويال اللي ما نقولش احنا كي نبدو نعمل في كونفوكاسيون ولا استدعاء ما نشوفوش هذا يلعب هوني في شامبيونات تونسي، ليتا دو فورم دو مومون كانوا ينجم يكونوا اكثر، احنا نتمناو اللي لاعبين يتالقوا في البطوله، بعدين ان شاء الله ربي يوفقهم يخرجوا اليوم كيف نشوف دي ترانسفير، كيف ما حكيت راهي نقطه مهمه جدا، لازمنا نخمو في لي ترانسفير اللي صاروا في المنتخب التونسي بوست مونديال، بعد المونديال شنو حتى ولا مش قفزه كبيره، لكن كيف يكون عندك 12-13 لاعب عملوا دي ترانسفير هذا سي تاسيني تريفار. بالنسبه لحمدان المجري يظهر لي واضحه العمليه، انا تقييمي بسيط جدا، حمدان المجري قبل ما يمشي لبرمنغهام، حمدان المجري المستوى تاعو بعد ما مشى لبرمنغهام شفنا كل المارج دو بروغريسيون التطور تاع اللاعب هذا، دونك نتمناو كونو كلنا نتمناو كونو ياخذ التوب جو في النادي تاعو في نادي في قيمه مانشستر. اليوم الوضعيه هذه حمدان المحيط تاعو عائلته لونتوراج نتاعو هما يعرفوا يقيموا الوضعيه اكثر من نحن، لكن بالنسبه لي نحن سي ترو سامبل يعرف رايي انا بعد وحكيت انا وياه، ماهيش الامور كل بيت حنا بقى نعرفوا في المستوى هذا، دونك ماهوش هو يتحقق في كل شيء، لكن حنا بقى لي كونسيون اللي اهم شيء في الجيستيون كارير نتاعو في الفتره هذه هو كونه ياخذ ان تون جو، هو يعرف الشيء هذا. بالنسبه لكوريا الجنوبيه والجابون صحيح، لكن راهو في الاورجانيزاسيون تاع الماتش اميكو هذوما ثم عرض وطلب، ثم عالم كامل يدور، هذوما لي بروبوزيون اللي جاونا باهيين، صحيح كنا نتمناو باش نقوموا بمباريات في مستوى عالي على المستوى الافريقي مع فرق منتخبات قويه، ما لقيناش سيت بوسيبيليتي، جانا عرض من المنتخب الياباني والكوري اللي نفس اليوم اللي دوري الكوره ولات معناتها لونجاج ستاندار، الناس الكل تلعب كوره سريعه، كوره سو لو بلان تكتيك معناتها بوكو دو فليكسيبيليتي كيف ما حكيت، بوكو دو فيتيس، بوكو دو انتونسيتي، اللي هم احنا كانوا نعملوا دو كومبيتيسيون في اعلى مستوى خاصة على مستوى الانتونسيتي تاع الجو. ما خلينا نوضحوا صار الناس كل راهو حنا بعل ما يملكش مصيره هو، مش هو اللي قرر، ثم نادي نحكيه على مانشستر يونايتد اليوم، دونك ثم بيئه كامله تحكم فيه، حنا بعل حكيت انا وياه برشا الي كونسيون يعرف اللي هو سو كي مانك معناتها في الكاريير نتاعه والفتره هذه سي لو تون جو اهم شيء، كونه ياخذ وقت كبير نتاع مشاركات، واحنا اكبر دليل نعرفوا مستوى حنا بعل قبل ما يعمل البري السنه الفارطه لبرمنغهام، وبعد ما جاء شفنا لاعب اخر، شفنا لاعب تطور مارج دو بروغريسيون كبيره برشا، هذه سي لا بوست فورماسيون بالنسبه لي هو اهم فتره في الكاريير نتاعه بور ماركي معناتها لو ديفلوبمون اللي نجم يصير له، البروغريسيون اللي تنجم تصير في الكاريير نتاعه، الي كونسيونت سا الولد عنده دي بروبوزيون، ثم كيف ما حكيت محيط كامل، ثم عائلته، ثم الوكلاء اللي متولهين به قاعدين يسعوا، لكن مصير حنا بعد دائما لازم تصير اونتونت ما بينه هو وما بين النادي، المدرب نتاعه اللي انا نعرفه كونه ممن بقيمه حنا بعد، تبقينا الاشكاليه هي التونجو
وين الكلاسمون تاع حنبال بارابور اذا كان انت نادي كيما مانشستر يونايتد في البوست هكا ثم ستة وسبعة لاعبين الكلاسمون تاع حنبال في اللاعبين هذوما باش نعرفوا شنو هو الطون دو جو اللي باش ياخذوا هذوما اشياء حنبال والوكلاء تاعهم اللي يعرفوها اهم حاجه بالنسبه لنا احنا ان شاء الله مازال 24 اور اقل 12 ساعه على نهايه الميركاتو ان شاء الله نسمعوا اخبار باهي اذا حنبال نجح وباش يخرج طوميو هذا اللي نحبوه معناتها على مستوى طونجو اذا بقى في مانشستر ان شاء الله حنبال يكون موفق ويخدم على روحه ان شاء الله ياخذ فرصته وياخذ طونجو مهم اللي يلعب باكثر المباريات الاساسي شنو هي سبب عدم دعوته المنتخب في الترابس هذا صافي بارتي موجود في البلاتفورم تاعنا والاختيارات تاعنا قاعد نتابعوا فيه من السنه الفارطه قدم مستوى ممتاز عكس ما تصور انت الفتره هذه ماهوش يلعب باستمرار يمكن عادي جدا في بدايه موسم لكن لاعب مهم مركز وسط الميدان كيف ما حكيت ثم استقرار كبير في وسط الملعب ثم بعض اللاعبين اللي قدموا في مستوى ممتاز دونك يدوا سي لو نيفو نتاعو ان شاء الله وعلاش لا يكون موجود مع المجموعه اللي يستحق اذا نهار اللي نشوفه اللي هو يستحق باش يكون موجود في المجموعه ان شاء الله علاش لا يكون موجود فقط لاعب اخر يمكن برشا جمهور تونسي صحيح زوج جولات كون بطوله ما نجموش نحكم على حتى لاعب لكن بلال ماجي مسجل ثلاثي في زوج مقابلات ما يمكنش كانت نجم تكون فما حتى فرصه باش يعرف حتى الجو نتاع الكيب ناسيونال الاول ديما نحكي راهو المنتخب باستحقاق بلال ماجي عمل بدايه موسم ممتازه لاعب كان ينتمي قبل الترجي الرياضي التونسي يعمل في بدايه موسم محترمه جدا ان شاء الله يكمل في الريجولاريتي هذه لازم استقرار في المردود نتاعو ووقت اللي يكون يستحق باش يكون متواجد في المنتخب ونشوفه ضروره باش يكون في المنتخب دائما باب المنتخب مفتوح صح. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.